السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة بوتينا شانيل. اليوم باش نقدم لكم بطبوط معمر بمقادير بسيطة، كيجي بارد. نمر الطريقة. عندي هنا نص كيلو ديال الطحين الفرص، وجوج خمارات ديال الخبز 7 الغرام، والملح على حسب القياس، وشوية السكر، ونص كاس دي زيت العود، و150 غرام ديال الفينو. الوغ كنشبر واحد الكاس كنعملو فيه الخميرة ديالنا ديال العجين مع السكر والماء دافي، كنخلطو وكنغطيوه بالسلوفان واحد 10 دقايق على ما كيتفاعل مع بعضياتو. وفي العجانة كنعملو الطحين ديالنا، الطحين والفينو والملحة. و3 معالق ديال زيت العود باش كنسمو العجين وكيجي مقرمش او ميم طون، وكنضيفو الملح ديالنا، وكنضيفو ديك الخميره اللي تفعلت مع السكر، وكنبقاو نضيفو الماء الدافي حتى كيتجمعنا العجين ديالنا. كنغطيوه ببلاستيك واحد الساعه الماء كان يخمر. من بعد كنطلقوه بالدلك ديالنا، كندلكوه بالدلك وكنقطعو دواوه على الحجم اللي بغيتو. انا عدلتهم هنايا صغارين. وكنعاود نعملو في واحد الصينيه وكنخليهم يخمروا عاوتاني واحد 20 دقيقه. كيجي ناجح 100%. وكنبداو نطيبو الخبيزات ديالنا في المقله من جوج الجهات. الى تبعتوا هذه الطريقه يجيكم ناجح وهشيش وخفيف، ما كيجيش معجن من داخل. صافي، وكنقطعوا بمقص وكنخليوه هي برد. فهاد الاثناء كنعدلوا التعميره ديالو. انا استعملت هنايا الزيتون مقطع والمايس وشلاضه مخلطه وخيزو محكوك وجوج بيضات مسلوقين والليمون والطون ديالنا والمايونيز. حكيت البيض، كنخلطوا العناصر ديالنا بالمايونيز، زيد شويه ديال الملحه، كنعمرو الخبيزات ديالنا، كيجيو هشاشين وخفافين من الداخل ماشي معجنين. كنتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وشكرا.